لطالما كانت طبيعة المجاميع إحدى المحاور الأساسية في الفلسفة، وهذا ما نلاحظه جيدا في القرنين الثامن والتاسع عشر، حيث تحول التركيز تدريجيا من دراسة الفرد إلى دراسة الجموع ككل، فقد تبين أن هناك اختلاف شاسع بينهما، فإن تصرفات الفرد فيها قدر كبير من الحرية، وهناك أيضا شخصية وطبائع مميزة لكل شخص تميزه عن الآخرين، لكن ما أن ينضم الفرد إلى مجموعة معينة يتبين أنه سينسلخ كثيرا عن شخصيته وما يميزه ليكون فقط شخصا آخر من تلك المجموعة ليس له أي شيء مميز. يقول جان جاك روسو: سيكون لدينا علم قليل عن قلب الإنسان إن لم نتمكن من دراسته داخل المجموعة. جوستاف لوبون كان أحد الرواد في مجال دراسة الجموع وخاصة من الناحية النفسية، وقد نشرنا عنهم فيديو منذ مدة، لكنني أعتقد أننا لم نتمكن من إيصال فكرته بالشكل الصحيح، لذلك كان من الضروري العمل على فيديو جديد يوضح أفكاره بشكل أفضل. وللعلم هذا العمل هو تتمة للفيديو السابق عن أسس علم الاجتماع. ما كان يعتقده لوبون أن فهم سيكولوجية المجموعة أو طريقة تفكيرهم ستساعد كثيرا في كشف النقاب عن معظم خفايا التاريخ. في أشهر كتاب له سيكولوجية الجموع قال لوبون أنه في الجموع وليس في الأفراد نجد التضحية بالنفس لنصرة العقيدة أو الفكرة. هذا الحس المتلهف للبطولة والمجد يأتي في أغلبه من اللاوعي، لكنه مع ذلك هو الذي كتب لنا أغلب صفحات التاريخ. في هذا الفيديو سنعرض عليكم وجهة نظر لوبون عن طبيعة الحشود ودور الأفكار المؤثرة عليها، وكذلك تعريف الدين من وجهة نظر الجموع، بالإضافة إلى الفوائد التي يحصل عليها الفرد عند انتمائه إلى المجموعة. يعرف لوبون المجتمع البشري على أنه مجموعة من الأفراد الذين يتشاركون فكرة أو معتقدا أو أيديولوجية معينة، ونجد أن لوبون هو من الذين اعتقدوا أن البشرية تقسم إلى قسمين: القسم الأول وهم المميزون مثل المفكرين والفلاسفة، والقسم الثاني العامة من الشعب. وعلى خلاف القسم الأول أي المفكرين، العامة لها نزعة إلى تقبل الأفكار على ما هي وبشكل سطحي دون الحاجة إلى المساءلة أو انتقاد الآراء، وهذا الذي دفع أغلب الثورات والأحداث التاريخية الكبيرة. ويزعم لوبون في هذا الصدد أن العقل المنطقي للشخص يتوقف تماما عند انخراطه في المجموعة، الفرد لن يكون نفسه بعد الانتماء، بل سيكون أقرب إلى إنسان آلي حيث سيفتقر إلى الإرادة الحرة. الفرد بهذا التحول النفسي يشبه البيدق على رقعة الشطرنج، مجرد قطعة أخرى تزيد من قوة هذا الطرف، وليست له أي أهداف خاصة، بل أهدافه هي نفس أهداف المجموعة التي انتمى إليها. في المجموعة كل شعور يكون معديا للآخرين، معديا لدرجة أن الفرد يضحي باهتماماته لأجل اهتمامات المجموعة. لكن ما هو المثير للاهتمام هو زعم لوبون أن رغبات المجموعة لا تنشأ عادة من أحد أفرادها، بل تأتي من أصحاب الفكر المميز، النوع الآخر من البشر الذين ليسوا كباقي العوام. بالطبع ندرك هنا أن مستويات الإدراك والفهم مختلفة بين الأفراد، لذلك فالقضية الناجحة هي التي تختزل نفسها لتكون مفهومة لأبسط العقول. فهناك لكل فكرة العديد من التدرجات الرمادية، لكنها ولكي تكون رائجة عليها أن تبين للبسطاء ما هو أبيض وأسود فقط، ولا داعي للخوض فيما بينهما من التفاصيل. ولكن من جهة أخرى قد يعني هذا أن الأهداف الأصلية للمفكرين قد تكون بعيدة كل البعد عن تلك التي استوعبتها الجماهير، لذلك نرى أن الكثير من الأفكار العظيمة تحولت على يد الجمهور الغير واعي بنفسه إلى مجرد عمليات تخريب وسلب. إذا لم تكن هناك قيادة واعية تفهم ما هي الفكرة الأصلية وتستطيع في نفس الوقت أن تترجمها إلى طريقة لتوجيه الجمهور، لن تتحقق أي من الأهداف التي جاء بها المفكرون. فعلى سبيل المثال لنفترض أن فيلسوفا قد ألف كتابا من 1000 صفحة يوضح فيه مبدأ الحرية،
لا يمكن أن تترجم أفكاره إلى عمل ثوري ما لم يكن هناك شخص آخر يستوعب هذه الأفكار ومن ثم يترجمها إلى مفرداتها الصغيرة. الرجل القيادي وهو الثاني بعد الفيلسوف هو أمر ضروري، فمن الصعب أن نجد فيلسوفا ذو درجة عالية من الثقافة يستطيع أن يتكلم كلام السوق. وبذلك يعتقد لوبون أن بين الفكرة الأصلية ومن ثم ترجمتها إلى واقع عملي هناك الكثير من التلاعب بالتفاصيل، قد يصل إلى مرحلة أن القضية انحرفت عن أهدافها الأولى. أغلب الناس أو العوام تفتقر إلى التفكير الواضح والمنطقي، وهم بذلك يفتقرون إلى الأهداف. القادة لهم الدور في توضيح أفكار معينة لهم وجعلها هدفهم الذي يسعون وراءه. بالطبع يجب أن ندرك أن للقيادي لكي يكون ناجحا عليه أن يعرف بأي لغة يخاطب جمهوره، والجماهير تختلف في طبائعها، أي عليه أن يعرف كيف يضرب على الوتر الحساس إذا استدعى الأمر. لكن عليه أن يعرف أن الأفكار العامة كالحرية والوعود بالرخاء والسلام يجب أن تلازم أجندته لدرجة أنه يبدأ هو بتصديقها. ولو لاحظتم الرجال القياديين في القرن العشرين فإن أغلبهم من أصول متواضعة ومن خلفيات ثقافية متوسطة إلى ضعيفة، لكنهم يتمتعون بكاريزما خاصة ولهم أسلوبهم المتميز في الإلقاء والخطابة. أعتقد شخصيا أن للأصول المتواضعة الدور الكبير هنا، فلا يستطيع أن يتفاهم مع العامة وبلغتهم سوى واحد منهم. هذه تضمن للقائد الطاعة العمياء من الشعب، لأن لغة الخطاب لها وقع نفسي أقوى من العمل. هذا هو رأي لوبون، ونعتقد أن ماكيافيلي قد جاء بفكرة مشابهة. من المؤسف أن نقرأ في التاريخ عن الآلاف من الأشخاص الذين ضحوا بحياتهم من أجل قضية أو مجرد جملة لم يفهموها. وهنا أيضا يجب أن ندرك دور الإعلام في تضخيم صورة القائد وتقوية مكانته وتعظيم شأنه في أعين الجماهير، حيث أن الرغبة والخوف يصبحان أفضل سلاح بيده تجاه المعارضين. الإعلام الذي أصبح أقوى بفضل التكنولوجيا من مجرد خطابات في الأسواق سابقا إلى ما نراه حاليا من منشورات ومطبوعات تصل إلى الأذهان من كل مقروء ومسموع، ينظر إلى القيادة على أنها قوة خارقة للطبيعة. الإعلام يحول القيادية من شخص طبيعي إلى شخصية عظيمة وغامضة. هذا الغموض في أذهان العامة يزيد من رهبته، حيث الخوف من المجهول يطغى على التفكير. تأليه القيادي يدفع للشعب الخوف من ذكر اسمه. هناك أشكال متعددة للدين. الدين الذي يقصده لوبون ليس المعني به الوحي الإلهي أو النبوة. الدين هو التصديق الأعمى بقضية ما. لا يشترط للشخص التدين بعبادة الإله، لكنه عندما يسخر كل عقله ويخضع إرادته لقضية معينة أو لشخص بحد ذاته ويتعصب لدرجة الجنون بحيث يساق تفكيره وإدراكه لذلك الهدف، ذلك هو أيضا تدين. وبهذا المضمون يرى لوبون أن الإلحاد سيكون دينا أيضا في نظر الجموع. الإلحاد إن نجح في التوغل في شرايين المجتمع سيدفع بالجماهير إلى التعصب ضد كل ما هو ديني، وهذا هو الدين بعينه. ربما نستنتج من كلام لوبون أن الدين أمر لا مفر منه في المجموعة، كل شيء سيأخذ قالبا دينيا، لكن يبقى السؤال، يعبدون من؟ بينما نلاحظ أن للمجتمع النزعة إلى الخير وكذلك إلى الشر، وهذا بالاعتماد على من يقوده، إلا أن لوبون يعتقد أن النزعة العامة هي ميالة أكثر إلى الشر. يعلل لوبون ذلك بقوله: غرائزنا المتوحشة هي طبائع ورثناها من العصور القديمة. بينما نلاحظ أن الفرد المنعزل يقاوم هذه الغرائز بأقصى ما يستطيع، لكنه عندما يكون في الجماعة يطلق لها العنان لاعتقاده أنه سيفلت من العقاب. لذلك يعتقد لوبون أن أغلب البشر صالحون، لكن ليس حبا في عمل الخير بقدر ما هو الخوف من العقاب. كارل يونغ أضاف إلى هذا الرأي بقوله: إذا تكتل الأفراد ليكونوا جماعة يستيقظ فيهم ذلك الوحش النائم، وحش الفوضى والتخريب والنهب. الإنسان داخل الجموع يهبط إلى مستوى متدني من الفكر والأخلاق، هذا المستوى هو أدنى من الوعي وكأنه منوم مغناطيسيا. هذه الحالة لم نرها إلا في المجموعات، لكن على عكس كارل يونغ هذا لا يعني أن الشر منغرس فيهم، لأن هذا معتمد كما قلنا على من يقود الجماهير، لكنه يثبت لنا مدى ضعف البصيرة التي يعاني منها المجتمع بشكل عام.
حسنا، نلاحظ أن هناك انتقاد أكثر من مديح للجماعات، لكن ألسنا مخلوقات اجتماعية؟ إذا ما هي الفوائد التي نحصل عليها من الانتماء إلى المجتمع؟ يعتقد لوبون أن الإنسان دائما يعاني من أخطائه ومن الشعور بثقل الحياة. الانتماء يجعله متحررا أكثر من هذا الشعور، فهو عندما يعتقد أنه ليس حر، هو بذلك حرر نفسه من ثقل وأوزار الحياة، لأنه وكل المسؤولية إلى الآخرين. نعم، هذه جملة متناقضة نوعا ما. هو حر لأنه ليس حرا، لكنه أيضا كلام منطقي إذا تفكرنا فيه قليلا. وما يعنيه لوبون التحرر من ألم الذنب والأخطاء بتحميل مسؤوليته إلى الآخرين. وبمعنى آخر، الشعور وليس العقل أو المنطق هو الذي يسوق تصرفات الإنسان، وهذا ما نناقشه في الفيديو الآخر عن نظرية التنافر المعرفي. في المجموعة، الحمقى والجهلة والحساد يتحررون من شعورهم بالضعف والتفاهة، وبانتمائهم إلى الجماعة يعتقدون أنهم ينتمون إلى شيء يرونه صادقا ونقيا، وهو بذلك يعوض عن النقص فيهم. هم بذلك ينتموا إلى شيء أكبر منهم. مع ميل الإنسان إلى الاختفاء داخل الجماعة والتهرب من المسؤولية وبذلك تفضيل سلب الإرادة منه، هل هذا يعني أن الإنسان مسير وليس مخير؟ يعتقد لوبون في هذا الصدد أن المجتمع بقدر ما هو أمر ضروري، وأن الفرد بحاجة إلى أن يستمد القيم والطباع من الآخرين، لكنه يقول أن أغلب أعمالنا تكون مساقة وغير واضحة، فلا يوجد إنسان على وجه الأرض كل أفكاره هي ملكه 100%، بل لابد أنه استلهم الكثير منها من المحيطين به، والمجتمع هو أحد أهم مصادر فكر الفرد. الحرية التي نتكلم عنها، وهي التحرر من عادات الآخرين وخاصة إذا كانت سيئة، أقر لوبون بوجودها، واعتقد أن السبيل إلى ذلك هو عن طريق ترجيح العقل بالتفكر والتأمل، وهذا بحاجة إلى الانعزال عن القطيع بين فترة وأخرى. فالخلاصة هي أن للإنسان وعي، ولكن لكونه عبئا ثقيلا جدا يفضل الأغلبية التغافل عنه، وذلك عن طريق الانتماء إلى جماعة معينة. فقط المميزون من البشر من يستطيعون أن يرجحوا عقولهم وليس مشاعرهم. الطغيان الحقيقي هو الذي يحصل عند اللاوعي، حيث لا شيء يستطيع الوقوف أمام اللاوعي. ننصح الجميع الاطلاع على هذا الكتاب المهم. نتمنى أن يروق لكم هذا العمل، ونود منكم أعزائنا المشاهدين أن تبدوا لنا رأيكم في التعليقات، ولنفتح موضوعا عاما للنقاش حول هذا الجانب من طبيعة الإنسان. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول.